على كل نلاحظ ترند هبوطي لأرباح شركة سيبكم خلال الفترة الماضية، لكنه تغير في الربع الأول من هذا العام، حيث بدأت الأرباح بالارتفاع لكنها عادت في الربع الثاني لتسجل تراجع. إذن إذا ما نظرنا للربع الأول من العام الماضي 2023 نلاحظ أن الشركة كانت حققت صافي أرباح بلغت حوالي 470 مليون ريال، من ثم تراجعت بالربع الثاني من العام الماضي إلى أرباح بلغت حوالي 313 مليون ريال، كذلك تراجعت في الربع الثالث إلى مستويات 233 مليون ريال، وتراجعت في الربع الرابع إلى مستويات 159 مليون ريال، ومن ثم ارتفعت بين الربع الرابع من العام الماضي والربع الأول من هذا العام إلى 182 مليون ريال. بالطبع هنا نتحدث عن أرباح فصلية، وبالطبع تابعنا تراجع من الربع الأول حتى النتائج التي صدرت صباح اليوم، بالطبع حيث سجلت الشركة أرباح فصلية بلغت 122 مليون ريال. ولكن لنقارن سيبكم ببعض شركات البتروكيماويات المدرجة من حيث مكرر الربحية المستقبلي. بالطبع سيبكم لديها الرقم الأدنى، حيث يبلغ مكرر الربحية لسيبكم حوالي 19 أو 19 مرة. بالطبع المتقدمة للبتروكيماويات مكرر الربحية يبلغ حوالي 81 مرة، ينساب حوالي 56 مرة، سابك حوالي 43 مرة، وشركة التصنيع حوالي 25 مرة ونصف. بالطبع كما كنت أتحدث سيبكم لديها الشركة مكرر الربحية هو الأدنى، حيث يبلغ حوالي 18.6%. بالطبع مجموعة الزامل القابضة هي المالك الأكبر في الشركة التي نتجت عن اندماج ضخم في نهاية 2021 بين الصحراء والسيبكم، حيث كانت الزامل المالك الرئيسي في الشركتين أنذاك. إذن بالطبع 8.8% لمجموعة الزامل القابضة، تليها مجموعة فانغارد بنسبة تبلغ حوالي 2%، مجموعة بلاك روك كذلك تملك ما يقارب 1.3%، والأسهم المتبقية هي متاحة بالطبع للتداول، النسبة المتاحة للتداول حوالي 88%، 87.9% بشكل محدد، هي من بين الأكبر بالطبع إذا ما نظرنا للأسهم المدرجة. مع العلم مشاهدينا أن إجمالي ملكيات الأجانب في الأسهم تصل إلى حوالي 12%، وهي من الملكيات المرتفعة في السوق السعودية.